عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير وفي صحة جيدة. اليوم رجعت لكم كالعادة بدبرة جديدة. اليوم باش نعملوا مع بعضنا خبز مبسس، بما انه الناس الكل توا تحب عروسات متاع الخبز، فحبيت نعاونكم. قبل ما نبدأ وما تنسيوش تشتركوا في القناة، بالنسبة للناس اللي مش مشتركة ابونيفو باش يوصلكم جديد الكل. ما نطولش عليكم، نبدأ في طريقة التحضير. بالنسبة للمقادير باش نستحقوا 500 غرام فارينة، 500 غرام سميد، عظمة، واحدة خميرة خبز، مغرفة صغيرة كركم، مغرفة صغيرة ملح، ونص كاس زيت، واللي يحب زاد يحط مغرفة صغيرة سكر، اما انا ما نحبش السكر في الخبز. وتوا باش نبداو في العجنين، باش نحط الفارينة بتاعي، باش نزيد عليهم السميد، باش نحط عليهم الزيت، ونبسسهم بيجي بالطريقة هذه. بالنسبة للزيت حطيت زيت زيتونة، وانتم ما تحطوا الزيت اللي تحبوا عليه. توا باش نزيدو العظمة، كيف كيف باش نكمل نبسس. بالنسبة للعظمة تنجمو تستغنو عليها، اللي يحب يحط عظمة يحط، واللي ما يحبش ما يحطش. توا باش نزيد الخميرة، وباش نبدا نعجن فيها بالماء، ولازم الماء يكون دافي. نبدا نزيد بشوية بشوية حتى لين تتلم العجينة بتاعي. بالنسبة للماء باش نبدا نزيد بشوية، ومن بعد نقول لكم بالضبط قداش حطيت ماء. عندي هذايا كيل بي، نحط الماء الدافي على الخميرة كما تشوفوا، ونبدأ نلم في العجينة. كنكون لميت العجينة بتاعي. بالنسبة للماء استحقيت 400 مليلتر اكهاو. توا باش نخليها ترتاح تخمر، ومن بعد نرجع لكم. وهذه العجينة بتاعي كما تشوفوا فيها تضاعف الحجم بتاعها، وليت الدوبل. بالنسبة لمدة التخمير خليتها ساعة تخمر، يعني انت والخميره اللي حطيتها، كان حطيت باكو كامل الخميره راهي باش تبقى لك ساعه، كان حطيت نصف باكو باش تبقى لك ساعتين، يعني انت والكميه نتاع الخميره اللي حطيتها. نحاول نعجنها شويه اخرى،
باش نحيل هالهواء اللي فيها الكل هكا بالطريقه هذه، مش باش نعجنها برشا، جوست باش ندخلها في بعضها العجينه باش الهواء اللي في وسطها يتنحى، ومن بعد باش نشكلها.
بالنسبة للطبق عملته بشوية فارينة باش ما تلصق ليش الخبزة بويسكو البابي كويسون فيلي. بالنسبة للخبز باش نخليه يخمر مرة أخرى باش نخليه نص ساعة يخمر ومن بعد نحطه في الفور، ما نحطوهش في الفور طول، نخلوه يخمر نص ساعة أخرى ومن بعد نحطوه في الفور. وتوا بعد ما نكملوا خمره مرة أخرى خديت أصفر متاع عظمة زدت عليه شوية حليب وباش ندهن بهم الخبزات متاعي باش هكاكا لونهم يجي مزيان. باش ناخذ شوية فيح شوية بسباس وإلا شوية سينوج وإلا أي حاجة نزين بها الخبزات متاعي زادة بالطريقة هذه.